نجينا رياسة تهانينا أيضا لراشد بن محمد بالسم المصوري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام. ايضا انطلاقه جميله وجديده، ايضا انطلاقه صوتنا العاشر والمخصص للابكار مهجنات من شعارات اصحاب السمو الشيوخ المنطلقه في عاصمه الميادين. الصداره المقدمه في هذه اللحظات وفي هذا المسار والاندفاع، التواجد هناك ايضا. ايضا التواجد اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام من هملوله، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد نهيان محفوظ بن خميس الينيبي يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. اتابع المركز الثاني في هذه اللحظات، وصول من مشكور الهجن الرئاسه عيسى بن احمد بن مايد الخيلي يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. اتابع المركز الثالث، لحظات وصول شواهين لهجن الرئاسه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاقه شواهين، بينما المركز الرابع وصول وتحدي وين من هذا الشعار شواهين لهجن الرئاسه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم هذا الشعار ويقدم لنا الشواهين في هذه الامسيه، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات لحظات وصول وتحدي ايضا من شواهين لهجن الرئاسه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، واللي احتلت المركز السادس مشكوره لهجن الرئاسه واللي ضمرها عيسى بن احمد بن مايد خيلي. هكذا النداء للمراكز الستة الأوائل المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. المركز السابع وصلت الشاهينية بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عمر بن مطر باللاحق الهاجري، هناك الشاب الواعد في عملية التدريب والتضمير. هكذا النداء للسبع المراكز الأولى المتقدمة هنا والباحثة عن ناموس هذا الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. هناك أيضا لحظات الوصول والتحدي أيضا من العنود لهجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي يتواجد هناك أيضا مع انطلاقة العنود على الصدارة والمقدمة. أتابع المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار، هناك أيضا هذا الشعار الشعار العناوي من يتابع انطلاقة هملولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آلي نيبي. هناك ابو ناصر الزعيم من يتابع في عمليه التدريب والتضمير. المركز الثالث تدخلت الشاهينيه ايضا لهجن الرئاسه اللي ضمنها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثالث. اتابع المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الرابع والمركز الخامس لهجن الرئاسه ويتقدم محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، هناك ايضا مع انطلاقه شواهين واللي احتلت المركز الخامس في هذه اللحظات. او المركز السادس مشكورة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هكذا النداء لهذه الشعارات، هكذا الأسماء العملاقة المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. يا سلام، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول هنا مع التحدي والإثارة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. هكذا أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، أيضا شعار هجن الرئاسة من يتواجد على الصدارة والمقدمة في هذا الانطلاق، ولكن العنود وشواهين وشواهين في موقع واحد في مسار واحد. هناك أيضا صدارة هذا الشوط من المركز الأول، العنود وهملولة في موقع واحد في مسار واحد في تحدي وإثارة، ولكن شواهين شواهين وصلت شواهين بشعار هجن الرئاسة على المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ايضا يتواجد هناك مع المركز الثالث والرابع والخامس، ولكن اتابع المركز السادس وصول من مشكور لهجن الرئاسه يتقدم هناك عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، عوده الى الصداره، عوده الى مقدمه هذا الشوط. هملوله هملوله هملوله، السلال الهملوليه هنا دائما تتواجد على صداره هذا الشوط. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد نهيان محفوظ بن خميس آلي نيبي، يالله يا الزعيم يالله يا الزعيم، يتواجد على الصدارة والمقدمة، ولكن هناك الوصول، الوصول من شواهين، تقدمت شواهين، تقدم شعار هجن الرئاسة الكل.
الجول الأخير الكيل الخطير يا مضمرين في هذا الشوط. هملولة شواهين في موقع واحد مسار واحد نحو خط نهاية نحو هذا الناموس الجميل في هذا الشوط. ولكن شواهين هملولة ما زالت على الصدارة والمقدمة مع المركز الاول. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيال محفوظ بخميس الينيبي بو ناصر، ولكن ابو محمد هنا يتواجد في عمليه التضمير مع انطلاقه شواهين لهذه المؤسسه العملاقه مؤسسه هجن الرئاسه. هناك الوصول على المركز الثاني والثالث، ولكن وصلت مشكوره، تقدمت مشكوره. الله يا سلام يا سلام يا سلام لهجن الرئاسه، تقدم البارع هنا مشكور يا البارع، بينما هناك ايضا الوصول هنا من شواهين المركز الثالث المركز الرابع، التقدم هناك ايضا من العلود لهجن الرئاسه. الله 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 يا سلام، لمن هذا الناموس؟ لمن ناموس هذا الشوط؟ خلاص شواهين مشكوره شواهين، ولكن هناك ايضا يتوتد تواجد الجميل من هملوله، ولكن هناك العنود شواهين ما زالت على الصداره. مشكوره تحاول هناك ايضا الامتار المجنونه، هناك البارع ولكن خلاص مشكوره لعب بالفعل مشكورة على الصدارة. سلام لهجن الرئاسة وسلام هناك البارع، بينما المركز الثاني كان من نصيب شواهين. لهجن الرئاسة محمود بن حمد سالم الوهيبي المركز الثالث، كان من نصيب هناك ايضا العنود لهجن الرئاسة احمد بن مايد الخيلي في عملية تضمير، بينما المركز الرابع لحظات وصول وتحدي من هملولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيا، والمركز الخامس شواهين لهجن الرئاسة. هكذا النداء اعزائي المشاهدين متابعين الكرام، التوقيت الزمني لحظات وصول مشكورة لهجن الرئاسة 7:47 سبع اجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة وعيسى بن احمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الثاني شواهين 7:47 ثمان اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وايضا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث اعزائي المشاهدين متابعين الكرام كان من نصيب العنود لهجن الرئاسة واحمد بن مايد الخيلي 7:49 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.